إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من أخ سمير، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكذلك الأهل والأحباب. إخوان، الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا فيه على ثلاثة المواضيع اللي مهمة وخطيرة شيئا ما. الموضوع الأول فيما يخص الشهادة الخضراء أو الجواز الصحي في إيطاليا، أشنا هما آخر القرارات، آخر الإجراءات وآخر التدابير اللي غادي تخرج بهم الحكومة الإيطالية خلال الأسبوع المقبل. الخبر الثاني الإخوان تيوردنا من فرنسا، القرار اللي خرجت به الحكومة الفرنسية اليوم، خرج به يعني واحد تصريح داره السيد الوزير الأول الفرنسي جون كاستكس، دار واحد يعني واحد الخرجة اللي قال فيها شنو هما التدابير. واحد آخر إجراء قررته فرنسا ديرو في وجه المسافرين إلى التراب الفرنسي من بعض الجنسيات، غادي نتكلموا على هذا الموضوع كذلك. وآخر موضوع اللي غادي نناقشوا الإخوان تيجينا من المملكة المغربية، واحد تصريح داره السيد وزير الصحة المغربية السيد خالد هيت الطالب، قال واحد يعني واحد تصريح قالوا، ولكن حنا اللي تهمنا فيه هو واحد الجمله هي كناقوس خطر تدق. لذلك الاخوان غادي نحللوها ونناقشوا هذه الجمله هذه. لكن قبل ما نبداو الاخوان مناقشه هذه النقاط، تنجددوا لكم الدعوه الدعم ديال القناه عن طريق الضغط على زر ديال الاشتراك، زر ديال الاعجاب، وكذلك الضغط على الجرس للتوصل بالجديد. اذا الاخوان كيف ما قلنا، اول موضوع غادي نناقشوا فيه هو ما الجديد فيما يخص الشهاده الخضراء او الجواز الصحي في ايطاليا. الحكومه الايطاليه تقرر يعني غادي يخرج في الايام المقبله تتخذ هذا القرار ديال الاجباريه ديال الجواز الصحي او الشهاده الخضراء. اي شخص ما عندوش غادي تكون عنده غرامه ديال 400 يورو، والمحلات التجاريه او هذه المحلات العموميه اللي ما غاديش يكون غادي يحصل فيها شي زبون او شي مواطن داخل لها وما عندوش الشهاده الخضراء، صاحب المحل التجاري غادي ياخذ اقفال ديال 5 ايام للمحل ديالو التجاري. غادي نشرحوا هذه المسائل الاخوان. كيف قلنا الحكومه الان راه تتناقش التعديلات الاخيره، وضع النقط على الحروف، دوك التعديلات الاخيره فعلى ديك المسوده اللي كاينه ديال هذا المرسوم الحكومي، غادي يختموا هذا النقاش هذا، وهاد التعديلات غادي تكون نهار الاثنين او الثلاث، وعلى اقصى حد نهار الخميس غادي تخرج هذه الحكومه بهذا المرسوم، غادي يولي مرسوم حكومي يجب العمل به وتطبيقه. هذا المرسوم هذا تيخص هذه المساله ديال الشهاده الخضراء او الجواز الصحي، غادي يولي اجباري على اي مواطن في التراب الايطالي باش يمشي لهاد المحلات اللي هما البيران، مثلا المقاهي، المطاعم، المسابح، النوادي الرياضيه، الملاعب الرياضيه، قاعات السينما، قاعات المسرح، وكذلك من بين المسائل الاخرى هما وسائل النقل على المدى الطويل كالقطارات او الكيران اللي تيمشيو من المدينه للمدينه المسافات الطويله، غادي يكون فيهم تعديل باش تستافد من الانشطه. تدخل لهاد المحلات هادو او تسافر عبر القطار غادي تكون اجباري عليك انك تكون عندك الشهاده الخضراء او الجواز الصحي، سينو الا ما كانش عندك وحصلوك في شي بلاصه في هادو غادي تاخذ غرامه ديال 400 يورو. الا خلصتيها في خلال 5 ايام ملي تعطوك هاد الغرامه غادي تخلص 260 يورو، تيكون واحد التخفيض. بينما الناس اصحاب هاد المحلات التجاريه او هاد المحلات العموميه اللي غادي تكون الحمله ديال المراقبه ويلقاو عندهم شي واحد ما عندوش الشهاده داخل في هذاك المحل، غادي تيواجهوا واحد العقوبه ديال الاقفال ديال 5 ايام. هذه المساله الاخوان تيدير دارتها الحكومه الايطاليه باش تدفع الناس انهم يتلقحوا، لانه كيف قلنا لكم في الفيديو السابق من الشروط الجديده اللي غادي توضع الحكومه الايطاليه، وهنا هو الشيء الخطير الاخوان المهم، انه باش تحصل على الشهاده الخضراء ما يبقاوش دوك الشروط اللي كانوا في الاول، انك اما دير تحليله تاع البي سي ار تكون سلبي تجيك ديك الشهاده الخضراء ديال 3 ايام، او تكون تلقيتي جرعه وحده تجيك واحد الشهاده ديال الخضراء اللي تكون يعني استثنائيه. دابا غادي يولي مستقبلا الشرط الوحيد باش تحصل على الجواز الصحي او الشهاده الخضراء الجرين باس، باش تحصل عليه لازم انك تكون ملقي جرعتين بجوج، يعني الانسان خصو يكون ملقح باش يتوصل بهذه الشهاده الخضراء، باش يمكن يزاول حياته، باش يمكن يدير هذه المسائل هذه. بغى يمشي يشرب قهوه، بغى يمشي للريستورا، بغى يمشي للبيسين، بغى يمشي للتيران، بغى يركب في التران، هادو بتولي اجباريه عليك، يعني بغى يرغموا الناس باش يتلقحوا، لانه شافوا عدد كبير من المواطنين باقي ما مسجلش، ما ملقحش وما مسجلش في اللوائح ديال التلقيح، شافوا النسبه ديال دوك الناس نوفاكس، دوك الناس اللي ضد اللقاح اللي ما باغينش يتلقحوا عدد كبير، لذلك غادي يتاخذوا هذا الاجراء باش يرغموا الناس انهم يتلقحوا. هذا فيما يخص الحكومه الايطاليه. الخبر الثاني اللي قلنا الاخوان وجانا من الجمهوريه الفرنسيه، جاء واحد التصريح على لسان الوزير الاول الفرنسي جان كاستكس اللي قال بانه الحكومه الفرنسيه قررت
في هذه الساعات الأخيرة بواحد الإجراء، مجموعة من الإجراءات والتدابير اللي غادي تبدأ العمل بها ابتداء من نهار الاثنين إن شاء الله. لذلك هذا الخبر تيقول بأنه للدخول إلى التراب الفرنسي، الناس اللي باغيين يدخلوا لفرنسا خصهم يقدموا تحليلات قل من 24 ساعة، يعني ماشي 3 أيام أو يومين. اللي بغى يدخل لفرنسا تكون عنده التحليلة سلبية قل من 24 ساعة، ماشي مواطنين العالم كامل، مواطنين اللي جايين من هذه الدول. الناس اللي جايه من اليونان ولا من هولندا او من المملكه المتحده او من اسبانيا والبرتغال وقبرص، يعني هاد 6 ديال الدول الناس اللي بغيو يجيو منها ويدخلوا لفرنسا لازم عليهم يديروا تحليله تكون قل من 24 ساعه، تكون سلبيه وقل من 24 ساعه. هذا الاخوان بالنسبه للمواطنين ديال هذه الدول او حتى اللي مقيمين فيها، المهاجرين اللي مقيمين فيها. لذلك الاخوان ديالنا الناس اللي مقيمين في هذه الدول، لا اسبانيا ولا البرتغال ولا هولندا ولا، وباغيين يمشيو كعطله الى فرنسا ولا بغي يدوزو منها ولا هادي بغيو يقضيو فيها بعض الايام، ردوا البال انه راه تيست بي سي ار ابتداء من نهار الاثنين. نهار الاثنين الى بغيتو تمشيو لفرنسا خص يكون تيست فيه 24 ساعه، لا اقل من 24 ساعه. هذا هو القرار اللي اتخذته الحكومه الفرنسيه، وهذا كيف قلنا لكم الاخوان يعني رد بيبدا كيف تبدا شي دوله دير قرار تجاه دوله اخرى غادي تبدا التعامل بالمثل بالمثل. لانه بريطانيا قررت انه المواطنين الفرنسيين اللي باغيين يمشيو مستقبلا الى بريطانيا لازم انهم يديروا مجبرين يديروا الحجر الصحي، تتقول باش تحمي المواطنين ديالها. فرنسا كذلك اتخذت هذا الاجراء تتقول باش تحمي التراب الفرنسي وتحمي المواطنين الفرنسيين من تسلل بعض المتحورات اللي كاينه في هذه البلدان هادو. هذا فيما يخص دول اوروبا. نجيو الى ما يخص المملكه المغربيه. المملكه المغربيه السيد وزير الصحه السيد خالد ريت الطرب دار واحد يعني واحد تغريده، تكلم واحد التعليق داروا واحد خرجه صحفيه وكلم يعني على الاجراءات اللي داروا، وقال بخصوص الاجراءات التي ستصاحب عيد الاضحى، إن المشكل ليس في عيد الأضحى لكن المشكل يكمن في السلوكات التي تصاحب العيد، يعني شنو هو التعامل ديال الناس كيفاش تيتصرفوا التصرفات ديال الناس. وأضاف الوزير أنه إذا احترم المواطنون التدابير الوقائية وقاموا بتخفيف الزيارات العائلية لن يكون هناك أدنى مشكل. ها فين عندنا المشكلة الإخوان، هي الجملة هذه اللي غادي يقول في الأخير. وأكد أي الطالب أنه إذا كان هناك انفلات وبائي ستضطر الدولة إلى تشديد الإجراءات ونحن لا نرغب في ذلك، لذلك يجب على كل المواطنين احترام التدابير الوقائية. هذه الجملة الإخوان راهو خطيرة، إلى قرأ الإنسان ما وراء السطور من أنه إذا كان هناك انفلات وبائي ستضطر الدولة إلى تسجيل الإجراءات، لأنه تنشوفوا الحالة غادية في ازدياد يعني في نمو كبير، تتزادوا الحالات ديال العدوى، تيقول لك بحال تيحضرك بين اليوم وغدا، إلا بان لهم القضية بدات تتقسح شوية وتتحماض راه يقدروا يقرروا يديروا أي قرار، إما إغلاق الحدود، اما الاغلاق الفوري ديال التراب الوطني، ولا اغلاق المحلات التجاريه ولا هذه، وتكونوا عرضه. هذا راه تهديد للناس اللي مقيمين في المغرب الاخوان ديالنا، ولا حتى الافراد الجاليه اللي غاديين سفر اللي غاديين لقضاء العطله في المملكه المغربيه. كونوا حذرين، كونوا حذرين من هذه الجمله هذه لانه خطيره بزاف. الانسان اللي قراها وحللها مزيان تي هاد الناس راه بحال تيغسلوا يديهم، هو بحال غسل يدي قال لكم انا راه نبتكم قد اعذر من انذر. تيقول لك هذه الجمله هذه يعني غدا الا تزادت الحاله مثلا سبحان الله يحفظ عندهم شي نسبه اكثر من اليوم يقدروا يقرروا يقول لك بغينا نسدوا، ماشي يعلموا كلها ويقول لك راه ديجا حنا حضرناكم في الاول. هذا هو اللي كاين الاخوان في الفيديو ديال اليوم. نتمنى يعني تعطيو نصائح واتجاهات للاهل والاصدقاء ديالكم وحتى لنفسكم. انسان يراعي الاجراءات الاحترازيه اللي كاينه، يقلل من دوك الزيارات وديك سير عند فلان وجي عند فلان وهاجي ونشوفو تنعرفو هذاك الشيء في العيد تيكون في المغرب عادي، ولكن في هذه الظرفيه هذه لا تسمح. اخوان نتمنى لكم يوم طيب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.